عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله ماما معنا في الفيديو لاول مره، غادي تحضر لكم رفيسه زياديه على الطريقه ديالها. تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، وما تنساوش لعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاحباب، هكذا كتعم الفائده. يلا دابا نخليكم مع ماما ان شاء الله والطريقه ديالها لتحضير رفيسه زياديه. القياس اللي بغيتو ياك؟ القياس اللي بغيتو على حسب المقله اللي عندكم، حيت انا غنطيبها غير في الدار، ما غنديرهاش في الفران، غنديرها غير في الدار. المقله ديال وجده تقالات او مقله ديال الضو، المهم كتاخذي على حسب. بحال دابا زلافه كتهز نص كيلو، وعلى حسب الاشخاص اللي عندكم شحال بغيتو، واش كيلو ولا جوج ولا. المهم انا غنعطيكم الطريقه وانتم تطبقوا على قياس ديالكم، كل واحد والقياس ديالو. بسم الله على بركه الله. كناخذوا السميده، انا جات لقاتني ديجا مصوبه الحرشه ومقاداها، قالت لي ماما انا بغيت نصورها، انا خدمت مع هذا القياس هذا. حنا غنديرو غير قياس صغير. قياس صغير. حيت انا ديجا رانا قولي لهم السميده واش رقيقه الغليظه المتوسطه؟ السميده الغليظه ديال السكسو. اللي اللي كنديرو بها الكسكسو. هي كدار غير سميده بوحديتها، ما كدارش معها شي حاجه، كاين اللي كيلوح معها شويه الفورس، ولكن انا ما غنديرش معها الفورس. علاش؟ لان السميده ما تتجمعش دغيا، وهي اصلا ما كتدلكش وما كيخليهاش. كاين البعض كيقول لك لا نخليوها حتى كترخى وتطلق الخيط ديالها، ملي كتطلق الخيط ديالها كتقصح كتولي بحال الخبز. هي خاصها تكون حرشه، حيت ملي كتهرسيها غير كتحك. انا غير ما كنهندكهاش بالمهراس كي كيديروا، انا غير كنحكها بيديا كتجي سهله. هانتوما غتشوفوا الطريقه، هانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش دايره. حيت ملي كطيب في الفران كتقصح وخاصها تهرس بالمهراس والدق، وهذه كتجي صعيبه شويه. دابا الطريقه اللي كندير انا هذه طريقتي انا، هما كيديروها بالمهراس وكيدقوها اصليا، ولكن انا درتها الطريقه كتجيني ساهله ما كتاخذش ليا الوقت بزاف. المهم كناخذوا قياس ديال السميده اللي عندنا وكنزيدوا معاها القمح، طحينه القمح في العوض، ما غديروا فورس ولا هذا، غديروا شويه القمح بحال هكا تقريبا شي كاس هكاك على حسب. بحال دابا درتي نص كيلو ديال السميده، ديري فيه تقريبا كاس ديال الطحين ديال القمح، ما يكونش مغربل النخاله ديالو. انتما كيف كتشوف شفتو؟ ها هو كنخلطوه مع هكا، بسم الله هكا. كناخذوا الزيت تقريبا على حسب نص كيلو ديال الزيت، نص كيلو ديال الطحين. هذا السميده كنديروا فيها تقريبا الربع ديال الزيت، هانتو الربع، شتي الربع. ها هو هنا كناخذوا شويه الملحه، الملحه على حسب، حيت ما تنساوش راه لاصوص غادي يكون فيها الملح. دابا صافي هادي كنخلطوها هكا بحال كتبسبسيها. فداك شويه ديال الزيت كنخلطوها فهاد السيريسه اللي كاينه مع داك شويه ديال الطحين، كتمعكوها مزيان حتى كيندمجوا مع بعضهم مزيان. صافي هكا، صافي هي هادي كتولي بحال هكا، شفتوا هكا. ايوا دابا كناخذوا الماء، الماء عادي من الروبيني عادي كنخويو وكن. واحسن شيء تعملي يديك فهاد ايوا اليدين هما اللي هما اللي تيحكموا وكيعرفوا القياس، هما اللي تيعطيو القياس. قبل ما نحيق، قبل ما نخلط، سمحوا لي كنخلي شويه ناشف سميده من هذاك اللي درت فيه الزيت، كنديرو في زليفه باش غنقرص. قبل ما ديري فيه الماء، قبل ما ندير فيه الماء. صافي بحال هكا، هذا هو القياس تقريبا. بحال قلنا نص كاس الحرشه تقريبا، اللي كان الحرشه ديال السميده ديال الرقيقه، غير هذه سميده غليظه. وشفتو ما كتسدلكش؟ ما كتسدلكش هكا، ما تسدلكش وما نخليهاش، الا خليتها راه كترخى كتولي بحال الخبز. كتعاود تجمع. صافي دابا كنجيب الطاوه اللي غادي نديرها فيها هكا. جيبها في الطاوه ثقيله ديروها. دابا عندي انا هاد الطاوه ديال الصدو كنديرها فيها، كتجيني مزيانه كتجيني سهله. اللي بغى يدخلها الفران كيدخلها، اللي بغى يدخلها الفران كيدخلها الفران. غير هو الفران ما خصهاش تكون العافيه مهيله عليه، خصها تكون العافيه مجهده باش ما تشربش، باش ما تقصحش. ما ترجعي الكره دابا. بسم الله كديري شويه السمنه.
نحيد لك هذا. هذه راه درنا معكم غير وحده صغيره باش نوريكم، لان كي قلت لكم فاش جيت لقيت ماما دايجا خلطات الحرشه، كطيب هي الحرشه قبل ما تنصب الرفيسه، باش كتجيها ساهله. صافي هذه هي الطريقه اللي كيسول على الرفيسه الزياديه بالطريقه الدكاليه. نقلبوها هادو شتي هي صافي. هاد الجوانب كتخليهم ما تقيسهمش فيها، ماشي مشكل واخا يبقاو هكا. هذا الشيء يطيبو تحت منها، هادو يحرقو هادي حيت ديك السميده اللي درنا لتحت. صافي كتعاود ثاني تتحسي راه طابت تقريبا غير بحال هكا، ما تكثروهاش ما تخلوهاش تتحرق. طيب هكا تشطبط راسها لانها مازال غتفور ومازال غدا. صافي هكا وطيب صافي، ونرجع عندكم ان شاء الله من بعد ما طيب نوريكم الطريقه ديالها كيفاش غادي هرسوها. ترجوها باش كطيب مقادة. عليها شفتو صافي، هذا هو القوام ديالها كيف قالت ماما، ما خصهاش طيب بزاف، هي كتحسي بها رطبة دير لها هكذا كتفرتتها واقفة وميم طون رطبة وميم طون. المهم على بركه الله غنبداو دابا نوريو القوام ديالها شنو غنديرو فهاد في القوام ديالها. مثلا عندنا هنا بسم الله على بركه الله عندنا سكنجبير، معلقه كبيره ديال السكنجبير والخرقوم، هنا معلقه كبيره ما عمرهاش بزاف ديال القزبر يابس، ومعلقه ما كاملاش ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الابزار يعني الفلفل الاسود. كيبقى عاود هنا هنا ضروري هنا ساخن ضروري من راس الحانوت، اش كنقولوا حنا معلقه كبيره كنصب بها ضروري راس الحانوت وهما المساخن. دار بليت انا ما اش تعرف في القياس غيكون لاصوص كثيره. صافي صافي دابا هنا شنو زدتي؟ زدت غير الملحه صافي، القزبر كامل قلنا، ابزار، سكنجبير، خرقوم، كمون، قزبر يابس قلنا صافي. ياك غنا ندير دابا حبات ديال الباديان ها هما، لكن غنديرهم انا في الفروج ما غنديرهمش مع الاقامه، وحبات ديال قرقله شفتهم، حبات ديال القرقله، ولا كانت عندكم بسيبيسه عاوتاني هي وريقات بسيبيسه هي هادي، انا كنسم بهم الدجاج من الداخل. المهم بحال دابا هادو كنرميهم هكا في الفروج هكا، حبات ديال هذا وحبات ديال دابا كناخذ البصله كنديرها في الفروج لداخل، حبات ديال البصله داخل باش كتخليش ديك الزفوره في الفروج لا والو. الثومه حتى هي كنديرها هنا يعني. هنا كناخذ زيت البلديه كنخلط بها هذا الشيء شويه الماء، شويه الماء صافي صافي، باش كتعجن هذه بحال العجينه شويه كنمروا بها، ناخذ غير شويه منها كنصاوبوا به الفروج من الداخل كله باش كيجينا الفروج نسم، حيت هو كيكون مسدود ماشي مقطع، باش القمه ديال هذا كلها تدخل فيه. نسدوه لي هكا في الفروج كيبقى عندنا هكا. دابا غنديرو في الطنجرة هنا وندير عليه السمينة ديالو غير هكا، حيت ملي غدا طيب هي بوحديتها غتهبط.
صافي غادي نصبو نديرو شويه غادي تزيدي له دابا الماء ندير الماء ضروري غنزيدو الزيت البلديه مخلطه شويه مع الزيت الاخر تقريبا شي جي كبارات معين ماشي كبار بزاف ولكن المهم كبارات هاد القياس تقريبا لتسقيه وحده دابا هذا ها هو قطعناها رقيقه شرائح وعاد غنزيدوها مع الدجاج دا ديك السمينه ديالو داك الشيء دابا انا غندير البصله بسم الله ملي ما تيبغيش البصله كثيره ما يديرهاش ولكن حنا كنقول الرفيسه كتعاون البصله كتجي معها فنه ومزيانه دابا كنقش كندير كنهز داك الدجاج الفوق وندير البصله هي صافي دابا مرقناها غادي تخليها طيب طيب نرجع عندكم دابا كاين هنايا درت العدس وشويه ديال الفول والحلبه طيبتهم بوحديتهم غندير فيهم شويه ديال البزار وشويه ديال السكنجبير وشويه ديال الخرقوم والملحه ونخليهم يطيبوا شويه زيت بلدية شرائح البصله معاه هكا صحيحه حنا جينا عندكم يلا بسم الله ما دابا كيف قلت لكم هي جات قاتني صايت القياس اللي باغا انا وانا صورت معكم هذه صغيره باش نوريكم الطريقه كيفاش تعجن وكيفاش غادي كيفاش غادي نفرتوها انا راه ما كنهرسها بلا مهرس لا والو هانتوما شفتوا وانا مقطعه غير بيديا شوف كتجي هي هكا حيت غادي تفور وعاد غادي تسقى غترطى ما غتبقى فيها والو من هادشي المهم باش تقطع ديالها هكا ساهله علاش قلت لكم دابا ملي كتكون طيبه رطبه دغيا كتحل هكا شفتيها هكا ساهله غادي نوريكم الطريقه هاد دابا ملي كيبقاو هاد الغلاط شويه كنحكم هكا بين يدينا كنطلقو دغيا ملي كتكون سخونه هي كتحل ولكن لا بردات راه كتقصح علاش هو الواحد كيكون مجد غير كيف كيطيبها كيف كيحلها عادي نصب الدجاج ديالو شفتي كتجي هكا ها تجي رطبها بطاطس في الزنقه راه ما كتجيش هكا ها ساهله دغيا الاخرى كتجي قاصحه ساهله انا كنت كنشوفهم كيبقاو يدقوها بالمهراز شي كانت شويه كانت كتعذب كنشوفهم انا كنقول فيها العادات لكن هاد الطريقه اللي كندير انا سهله سهله المهم الا تبعتو الطريقه ديالي هكا راه غتبقى هكا دغيا كتفرس ما تحسوش بها راه مشات عين كتصايب كان شي حاجه كحله ولا شي حروقه كتحيدها ضروري علاش خاصها ما تحرقش لكم في الطير زعما تصبها طايبه واخا تبان لكم بيضه راه هي طايبه لا طايبه ماشي بالضروره حاجه حتى كتحرق عاد كتقولها طايبه كتنقصي عليها العافيه كطيب مزيان صافي دابا هذيك حله كنحيدها حاجه محمره بزاف كتحيد صافي الا كان شي حاجه كتبقى تغليظه كنبقى لان ملي غادا تفور عاد غترطاب ملي غديري لها لاصوص غادا ترطاب ما كيبقى فاتش ما كتبقاش باينه كاع عاوتاني ماشي غتولي بحال السكسو اللي ولا بغى الكسكسو راه يديرو الكسكسو في الحقيقه راه حرشه خاصها تبقى باينه بانها راه كانت حرشه وتهرسات كل كيبقى يدقى 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 حتى كتولي بحال رقيقه كلها كتولي هكا كتولي بحال السميده كتبقى كالسميده مهم انا كل واحد وطريقته مهم كله طريقته ولكن المهم هذه الطريقه دابا اللي طريقتي انا هي هذه اللي جبتكم ديروها هاي المهم ان شاء الله ملي ان شاء الله ملي غتسقى غادي تشوفوها كيفاش كتفور انا غادي نوريكم دابا الطريقه ديال التسقيه ديالها والفوار ديالها ملي كتفورها حتى كتبغي تسقي تنبغي نسقيها بحال المسمن كتفور مزيان دير في الكسكاس وكتفور
بحال الكسكسو طلعها بحال الكسكسو تفور مزيان صافي غير كتحطيها صافي كتبداي تسقي صافي ان شاء الله نرجعوا ملي غنبغي نسقيوها ان شاء الله. ايوا ها نتوما رفيسه الزياديه كيف قلت لكم مع الدكاليه بسم الله صافي تيطلع لهاد الشيء ونزيد كميه اخرى كميه الباقيه صافي خليها تخليها تفور خليها تفور من ان شاء الله تفور نرجعو هذا هي من بعد ما قارص خليتها واحد شحال تاع دقائق مثلا ولا 5 دقائق بحال الكسكسو ملي كيفور الكسكسو ملي كيفور صافي يلا دابا نحطها باش البصله ما تهبطش لينا في هذا نديرو هكا بسم الله دابا هو السر في التقيه ديالها هادي التقيه ديالها كنديروها هكا صافي نخليوها واحد واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق نشرب هاد الماء ديالها هي راه كتبغي لاصوص بزاف نزيدو نزيدوها خلينا نقطع لك انا وانتي حركي انا نقطع لك حقكم في الجنة حقيقة الريحة كتشهي الله يعطيك الصحة ما خليوها شوية شفتو هاي كتبدا ترطاب خليوها شوية من وجد هذا نخليوها شحال تقريبا شي 5 دقائق شي 5 دقائق 5 دقائق غتغطيو عليها باش تبقى سخونة وتخليوها بحال هكا حتى تشرب هاد لاصوص ديالها كاملة صافي ومن بعد نطلقها باش غادي نسقيو يلا زدتي لاصوص يا كمان صافي دابا ها نتوما كيفاش ولات شوف هذا هو التكستور ديالها القوام ديالها حتى هي كنزيد منها شويه كتبقى لاصوص ديريها في البيصلات اللي بغا يزيد الثومه هي الصحيحه اللي بغا هذا صافي دابا البيضات اللي هادو البيضتين ضروري زياديه من الزبده البلديه كاين اللي تيبغيها وكاين اللي متيبغيهاش كندوبها كنحطها كاين اللي كيسقي فوق منها هكا ولكن كاين اللي كيحطها واللي بغاها يديرها اللي مبغاهاش ميديرهاش صافي الله يعطيك الصحة نتمنى تكون كنت بحس الضرب ديال الزيادة اللي يشوفها يقول لك هذه ماشي زيادية ولكن الحمد لله بالصحة والراحة